ومشاهدينا حتى نعرف شلون نفصل بين مشاكلنا الشخصية وحياتنا الشخصية والعمل أيضا. مباشرة راح يكون ويانا الآن الأستاذ الصفاء السلطاني المدرب الدولي في التنمية البشرية للحديث أكثر بخصوص هذا الموضوع. يسعد صباحك أستاذ صفاء. يسعد صباحك أستاذ صفاء، أهلا بك، نورتنا. يسعد صباحكم، يا أهلا وسهلا ومرحبا وحياكم الله. اهلا بك استاذ صفاء. بالبدايه حابين نعرف منو الاكثر يتاثر وما يقدر يعني يفصل بين الشغل وحياته الشخصيه، الرجل ام المراه؟ طبعا تحيه للرجل وتحيه للمراه. اكيد الضغوط قد ما تستثني شخص، احيانا اذا اجرينا مقارنه ما بين الرجل وما بين المراه نجد النتائج متباينة، نجد أحيانا رجال لا يتحملون وأحيانا النساء لا يتحملن الضغط الذي يمكن أن يسلط عليهن أو عليهم في ظروف العمل المختلفة. لذلك أعتقد أن التدريب على تحمل الضغوط، على مواجهة الأزمات، هو أفضل أداء وأفضل ميزة يتميز بها الشخص. صحيح راح نسمع في بعض الآراء بأنه النساء أكثر ما يتحملن الضغط باعتبار عندهم مسؤوليات كثيرة في البيت والأبناء والعمل، وبالتالي يزيد عليها الضغط، وطريقة تفكيرها اللي يشمل جوانب متعددة ربما هي الأكثر عرضة لهذا الموضوع. لكن بالحقيقة أنا أعتقد ومن خلال التجربة ومن خلال الاستبانات الدقيقة ومن خلال التقارير العلمية أجد أنه لا فرق بين الرجل ولا فرق بين المرأة. المرأة تستطيع أن تتحدى وتواصل النشاط بأفضل ما يكون على الرغم من تحملها لضغوط العمل، والرجل كذلك في بعض الأحيان كذلك. فالقضية هي قضية تدريب نفسي واعتياد وتجربة. نعم طبعا أستاذ صفاء، اليوم يمكن كلنا نمر بضغوطات وعندنا مشاكل، ولكن اليوم احنا شلون نقدر نفصل حياتنا الشخصية عن العمل؟ يعني خاصة مثل ما شفت، يمكن انت حضرتك اذا شفت الفيديو، انه يعني هذه المضيفة شلون هي قللت احترام للشخص الراكبة اللي كانت موجودة، انه هي طلبت بس من عندها شيء بسيط وهي قامت تصيح عليها وعاملتها باسلوب مو حلو. نعم طبعا مثل هذا الموقف بشقين، الشق الاول المضيفه هي اللي عندها احيانا ظروف خاصه او عندها مضايقه في عملها، ربما مدير الشركه يعني اسمعها كلام ازعجها والمها، او ربما متعرضه الى عقوبه معينه فما استطاعت ان تكبت الغضب اللي بداخلها وخرج من عندها حديث يدل على انزعاج الراكب. لكنه في الحقيقة احنا دائما نعتقد انه مثل هذه المواقف تعتمد على طرفين، الطرف الاول هو الموظف والطرف الثاني المواطن. اذا ما تعاون الطرفين على تفهم المقابل اعتقد راح نحد من الكثير من الاجراءات التعسفية اللي يتعرض لها الموظف. فاحيانا يعني ياتي المواطن المراجع، طبعا المراجع احنا احيانا في الدورات اللي نقدمها الخاصة بخدمة المجتمع نوضح للموظفين خصوصا اللي يرتبطون بالمواطنين بأنه حتى الناس بشكل عام عندهم أنماط وأطباع مختلفة. فبعض المواطنين هم ساخطين، بعض المراجعين هم غير متساهلين، بعض المراجعين يحب جواب مباشر، ما يحب ينتظر، عنده ظروف، عنده استثناءات. فهذا كله يدخل في أطباع الناس بشكل عام المتبدلة والمتغيرة. ولذلك نعم. أنا أعتقد لو كان يعني الراكب في هذه الطيارة شوية عنده صبر أكثر وتفهم المضيفة كان يعني انحلت الأزمة. بس لما يكونون اثنين متأزمين، واحد عنده فعل والثاني ينطي ردة فعل حتى يثبت وجوده يثبت نفسه، راح تكون القضية أكيد بيها نتائج مثل ما حصل الآن. أكيد. لكن أنا دائما أقول وأوصي الجميع بأنه إذا شفت شخص غاضب أنت من يمك من داخلك ابتكر له عذر معين. لذلك ديننا الحنيف يوصي بأنه احمل أخاك على 70 محمل حسن، محمل حسن. وهذا مهم جدا. نعم. أنه احنا نلقى للآخر عذر، نلقى للشخص فد عذر معين. وهذه القصص كثيرة موجودة حتى في سيرة السيد المسيح لما شاف الخنزير ميت، يعني الحوارين اللي بجانبه انزعجوا من ريحته، قالهم ما أجمل بياض أسنانه، يعني ابحث عن القبح، في القبح ابحث عن حسن. ولذلك سلوك مهم جدا أنه لما نشوف حالات بها أزمة
نبحث عن حل جميل وسط كل هذا الركام من الآلام والانزعاجات أكيد تصدرها الناس للآخرين. طيب أستاذ صفاء، همنا دائما إحنا نسمع عبارة إنه الشغل ما يخلص ولازم إحنا نهتم بصحتنا وشلون إحنا نداري نفسنا. هنا إحنا شو وقت لازم إنه خلص شوية نبتعد عن الشغل وإحنا نهتم بنفسنا؟ تمام. طبعا كل ما يكون الوقت مقسم تقسيم صحيح راح نراعي الاحتياج النفسي، الاحتياج الجسدي فيما يتعلق بالصحة، بالأكل، بالغذاء المنتظم بشكل طبيعي. نعم الشغل فعلا هو ما يخلص، لكن إذا كان الشخص عنده نظام عمل يمشي حياته وفق هذا النظام، سواء على مستوى الإجازات اللي ممكن يتمتع بها، على مستوى تقسيم الأعمال، أما أن تبذل جهدك في سبيل تخلص كل الشغل هذا ما ممكن. لذلك تقسيم الوقت هو افضل حل يعني تجاوز الضغط اللي ممكن يصير. واني يعني اوصي المدراء انه اذا تشوفون عندكم موظفين عندهم ضغوط اعطوهم حلول معينه، قولوا لهم ممكن مثلا تنجز لي هذا العمل في بيتك، تتمتع باجازه وممكن تجيني خلال فتره الاجازه ساعه او ساعتين تنجز عملك، وهي مساعده من عندي لك. اكو هواي حلول اداريه للمدير القائد اللي يدير حسن إدارته بشكل فعال ويراعي شؤون الموظفين. الموظف إنسان يتعرض يتعرض إلى يعني ضغوط، يتعرض إلى أمراض، يتعرض إلى حالات معينة. نعم لذلك يعني أتمنى أن على الموظف أن يقسم أعماله بشكل صحيح، وعلى المدير أن يقدر قيمة وحجم الأعمال الموكلة بهذا الموظف حتى يكون الجهد موزع بشكل صحيح. كل ما زدنا العمل على الموظف كل ما صار ردة الفعل بها نوع من الاستياء. نعم. طيب أستاذ صفاء، اليوم يمكن مثل ما حضرتك همينة حكيت وأني همينة ذكرت أنه كلنا عندنا مشاكل. اليوم إذا أنا عندي مشاكل وأني عندي شغل أيضا بنفس الوقت، إذا رحت للشغل شنو الأشياء اللي أنا لازم مثلا أفكر بها وحتى أنسى وأتجاوز المشكلة اللي عندي إياها وبعدين أرجع لها وأقدر أحلها ممكن بطريقة تكون همينة صحيحة أكثر؟ أفضل أداء للموظف لما يكون عنده مشكلة معينة، وهذا لكل إنسان معرض إلها، أفضل أسلوب بأنه أنت تحاول أن تبتعد تماما عن أجواء الضغط النفسي، لأنه إحنا نريد حمايتك، نريدك أنت تبقى بمظهر حسن. إذا أبديت انزعاجك هذه المشكلة راح تكبر، لأنه إذا أنت عندك مشكلة مع 3 أشخاص ورحت للدائرة وحملت هذا الضغط وهذا الاستياء في مكتبك ومع المراجعين، راح يصيرون المراجعين وانت كموظف والموظفين راح ياخذون فكره عنك بانك انت ذاك الشخص المستاء، انت ذاك الشخص الغاضب، قد ياثر حتى على تقييمك الوظيفي. اكيد لذلك فعلا. انت حتى ما توسع دائره المشكله وما تقلل من قوه شخصيتك داخل الدائره احسن. فاحتفظ بالمشكلات لنفسك. اذا تريد تتحدث عن المشكله بنفسك فتحدث بها لشخص ممكن يساعدك، ممكن يعينك على حلول هذه المشكلة. لكن أن تتحول المشاكل إلى أسلوب فضفاض يتوزع على كل من هب ودب وتوزع مشاكلك على كل المراجعين، صحيح فعلا يمكن المشكلة تكبر وتتعقد أكثر ما تنحل، تقول له أنا متعرض لفلان شو فلان. نعم فعلاً أستاذ صفاء، يعني أنت ذكرت نقاط كلش مهمة، أكيد إحنا استفادينا من حضرتك والمشاهدين أيضا. شكرا لك والتواجدك ويانا.